على درب التنافس إلين للعزيمة نشارك في التنافس ولا نرضى الهزيمة في الإبداع المثالي بكل مسرى ومجالي. اليوم يوم الممثلين. اي شوف كيف. طيب نشيل الكنب حتى خصمي. شوف نشيل الكنب. اي لا هو هم يشيل الانتاج كويس. هو جاي يتجسس علينا ترى. شوفها علي اصلا. انا الغلطان اللي انا جاي. اي انت الغلطان. هذه ايش في اي مسرحيه؟ انا الغلطان. انت الغلطان. شوف شوف شوف. اي انت الغلطان. في شيء غريب اليوم. في شيء بيحصل بيطلع 130. في شيء بيطلع 130 اليوم. شيء غريب. ايوه مسرحيه البلدوزر حقت سيف عند عند الخبر ابو منصور. شكرا لك 130. في شيء غريب ابو منصور قاعد يقدر اقطع دمك هنا. اخي لا شيك وراك لي يا اخي عند النص يقولون تعال النص. شفت شلون روح هناك. شوف نفس المعلومه قاعد يقولون. نعم شعير قلبك بحيران. يوم كان الشباب كان حركه مشهد اليوم حيكون بطنه على قولة عبد الرحيم اكشن. اليوم في مشهد حلو جدا. اقول اثنين فلافل يا الحبيب. اقول اثنين فلافل على هاللبس الليل عارف. انهم مضحكون انهم غيرانون. لا طقم. تعال 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 والله جميل حبيبي انت. حلو التغيير كسر الروتين اللي ما شاء الله تبارك الله ناس عندها ذوق. وبالشطه الله يهينك فلافل بالشطه. حصل شوي ايش اسمه ايش اسمه ذيك المخللات. ايوه مخللات. الله يبي يوجهك يا اخي الحقيقه يعني ما شاء الله. مخللات؟ ها؟ إيه. إنهم غيرنون من نون. الله من زين اللغة وعفستها. حلو. أنت ما شاء الله لا عليك لغة عربية. الله يدخلك الجنة بلغتك العربية يا رب. خلاص هناك الجهة الثانية. بلو. لو أزرق. يعني عايز نفس كده؟ نفس هذا أزرق. طيب خلاص. طيب الحركة حقتي. يعني ده خلاص كده؟ أنا بفوتي الأصل. لا لا. يا ما عنده خيار يحطه. بغيت اجيب العيد. اسمع تخيل المشهد كامل ما كنتوا بيخلونا لاصق عشان ما اتحرك. ربك يا سلامات. اسمع اوكي انا دب بس اقدر اتحرك لو عادي اتشقلب والله اصير اتشقلب هنا. طب اسمع يوم غير يوم غير دراما لايف فيها معيار مره صراحه اول مره اسوقها. خلاص يلا ما لعب. طيب خلاص مو انا اقابل مع خمس دقائق. خمس دقائق يقول لك في خلك في تمثيلك. يقول لك في حكمه فلبينيه. انت اد بس اترك انت اد بس في حكمه فلبينيه. يقول لك اذا انت جاية كل وسكك. بس الله انك صادق العشير. احتزمها دائما وقت الجوع. تصدق انت لسانك ما ينطق الا الحق ولسانك ما يقول الا در. انت من وين طلعت؟ انت عمله نادره في هذا المجتمع. انت شخص مهند 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 مهند. جعل عينيك جعل عينك ما تغار. جعل عينك ما تغار. لا تقول لا تقول مهند. ايه مهند. ايوه يا مهند. ايوه يا مهند. يا مهند. اسمي مهند. مهند. ثلاث دقايق ايش؟ نرجع هوا؟ نرجع الهوا. نبدا المشهد. نبدا المشهد. لا لا ما راح نبدا المشهد بعد ثلاث دقايق. تكلم يا محمد. انا قاعد ادور نصي. اصبر ضربوا شويه. ابدا نصي. هذه الحركة نستخدمها احنا في المسرح عشان نضخم الصوت لما ما يكون عندنا فلتر صوت. ناخذ كذا واحد او ها
نحطه يمين نحطه يسار ها صار صار نقطة أبو ليش أنت الثاني؟ أنصحي من جدك. بس إيش تبغى كان غريب زي اللي إحنا فيه؟ يا عيال ترى الموضوع أقسم بالله ترى قاعد يرفع الضغط. أنا والله ظنيت إنه مقلب من واحد من العيال. بعدين لحظة. الله عليك. الله عليك حلو. عجبني إيه؟ كنت بقول لك البداية أسوي كذا. يعني إيش المكان هذا؟ بعدين لحظة. إيش المكان هذا اللي إحنا فيه؟ بدينا. أنا هذا روح بدينا. يلا جاهزين؟ هي خلاص قطعوا قطعوا خلاص بيجي على طول الرعد استعدوا ارهاق تعال السنك جايين ايوه ايوه ارهاق تعال شباب هب نبدا نبدا يا شباب استعدوا على طول نقطع ها يلا جايين يا شباب انتوا هوا يا شباب انتوا هوا ها هوا انتوا هوا انتوا هوا توصينا ضيعنا الوقت بروضكم قدامكم سبع دقائق يانكم تلاقون مفتاح الباب خليني اكتب لك الالعاب طيب اكتب الله يعطيك العافيه يعني رياضه الحين انا شفت الكاميرا كذا تورط معي اوه شوف في شيء حلو ما مدانا شكرا والله هذه بس من باب انه المقدم شوف الاهتمامات اللي الله يعطيه العافيه يهتمون فيك في ادق التفاصيل نور الدين الله يعطيه العافيه شوف شافني جوعان اول ما قلت انا جوعان جاب لي على طول يعني اسرع من اي تطبيق حق المطاعم ما شاء الله تبارك الله تطبيق المجلس ارفع الشاشه طول تصرف بعد ترجع عليك ضبان محمد شو الله يقول ايش اللي حضره يلا يلا يبدون الشباب الحين يلا يلا عطروا عطروا ايش اللي حضره من هناك يلا يلا عطروا عشنا الجو هذا الانسان اقول راح المستشفى حول حول ابو عبد المحسن امدحنا اربع معنويات وش حيث تاجر انت مسؤول كبير جاو جواب على سنتي تاجر مسؤول كبير عندك بنات تزوجني لا امدحك ليه امدحك ليه لاني مسلم انت سكر يا ولد سكر انت سكر نشرب الصحة تتعكر يا ولد يا ولد هذا عليك الله يحفظك اقول لك سريع سكر بريحة العنبر لا يا شباب اللي تاخذها اللي تاخذها فين تحطها اول دورين ما تاخذ منهم حلو اول دورين لا تاخذها وتحطها فوق اوه تحطها كذا ايوه عكس ايوه اخذت من هنا تحطها هنا فهمت يا شباب ترى الموضوع فيه مايلان مايلان يعني مايلان الورطه اللي بعدها الورطه اللي بعدها المهم تحطها بالترتيب حط الطريقه ورط اللي بعده قبل لا ورط بعدين الترتيب كذا هو هذا كذا ايوه الترتيب كذا بس قصدي ورطه حطه على طرف حطه عشان تطيح معاه ممكن لورط احنا يا اخي ما شاء الله تبارك الله هنا كواليس ما شاء الله انت تصورني انا اصورك ترى لا تحسب اني
الله يعطيهم الصحة والعافية هنا ما شاء الله يحيى. هيثم كل الفريق شغال بمؤثر. هذا الصف اللي قاعد يلعب والفريق صف ورا. طيب بس وقت ما ايوه ما في احد هي طق 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 مؤثرات بس مؤثرات رياضية اللي هي اول واحدة رياضية فرايحية. إذا جات ثلاثة كيف منها الحمد؟ وإذا جات اثنين وإذا جات إذا انسحب أنت في إذا انسحب اللي هنا في النص ما تسحب لا تسحب اللي هنا أوكي؟ إذا انسحب اللي في الطرف ممكن تسحب الطرف الثاني لا تسحب اللي في النص اسمع شوف اختبر الأمر هذا الشغل شباب عرفتوا ولا شباب ما يبغى تغير لا ما يبغى تغير كل مسرى ومجالي